ما ثبت 1600، بس هو ارتفاع 150 دولار الطن. اشياء اسعار شيء غالي يا ابن عمي والله، الله يكون بعون العالم. العالم فقيره، منين بدها تجيب تاكل؟ قديش صار اليوم؟ قديش صار اليوم؟ كل يومين عم يطلع، كل نهار عن نهار عم يطلع. يعني بدي وصل 100 ليره، كيلو الصدر 100 ليره. منين العالم بدها تجيب؟ الله يساعد العالم. كان اسعار 90 88 90 ورقه، اليوم 100 ورقه. سكرمانو لقدام. يعني كل ما عم يغلي لقدام. في طلب يعني حتى ما في طلب، ما في بيع لحتى الطلبين، لمين من واحد يبيع؟ ما في بيع، لا بيع ولا شراء. ايش واحد بده يساوي؟ الحمد لله رب العالمين. اسعار الفروج في هذا الوقت يعني كانت اسعار هاديه، يعني من اسبوع وقبل يعني كانت اسعار طبيعيه، يعني اختلف معنا السوق من كام يوم والصوب، يعني مثل ما بيقولوا صار في ارتفاع على مراحل. بجوز يكون هذا الشيء يعني ارتفاع مواد الخام مثلا مثل العلف، مثل ارتفاع سوق اللصوص. هذا من تركيا ومن سوق الباب، يعني هذا يعني بيتساوى مع بعضه في هالفتره هي. يعود هذا السبب لفترة قبل رمضان بمثلا 15-20 يوم، انه بيصير قلة بضاعة في السوق، اكثر المداجن محضرة لشهر رمضان. فهي الفترة كان من 15 يوم السابقة العرض موازي الطلب تقريبا، يعني السوق ما بيرتفع، شغلة 50 دولار الطن يعني. هلا حاليا من 10 ايام لهالوقت هذا ارتفع الطن بين ال 100 لل 150 دولار. فصار شوية طلب انه بسبب قلة البضاعة الموجودة بالسوق في المنطقة يعني. والله بالنسبة لموضوع رمضان سوقنا مرتبط بالاسواق الخارجية يعني الشرقية. يعني اذا صار طلب منهم انه خرج مثلا صار عندهم قله بضاعه ويحسنوا ياخذوا بضاعه من مناطقنا احتمال ترتفع الاسعار. اما اذا ظل الانتاج المحلي موجود ضمن المنطقه المحرره فانا برايي بده يصير تراكم بالبضاعه، وان شاء الله يعني الاسعار تكون موازيه للمربي وللمستهلك، لاني اذا طلعت كثير بده يصير عبء على المستهلك، واذا نزلت الاسعار كمان بده يصير عبء على المنتج. فان شاء الله نتامل انه يكون الحل وسط، يعني لا تغلى كثير ولا ترخص.